بإذن الله. غدا شم النسيم، النهارده يعني الأعياد، يعني بتطلب إيه من الناس والإجراءات كيف سيتم تنفيذها؟ الإجراءات يعني إغلاق الكورنيش في عدد من المحافظات، الحدائق العامة، لو نعيد على الناس تاني يا فندم الإجراءات التي اتخذتها الدولة. طيب خلينا نبتدي باتوبيسات الرحلات على اساس اللي بيجهز من دلوقتي ان يطلع رحله ذاكر بفكرهم للمره الثانيه ان اتوبيسات الرحلات سواء الرحلات العامه او الخاصه غير مسموح بتسييرها باكر. اي اتوبيس سيسير على اي طريق متجه لاي محافظه سيادة المستشار، طيب الخط قطع. إذن كنا ابتدينا نتكلم على الإجراءات، إجراءات اللي اتخذتها الدولة، أتوبيسات الرحلات واقفة زي ما هو قال. دي اسكندرية منذ قليل، الداخلية بدأت من قبل موعد الحظر، هو المفروض ان هو بعد موعد الحظر على طول 8 هيبتدوا يشيلوا السيارات من الطرق ومن الكورنيش. شايفين اهو في اسكندرية منذ قليل الونش اهو ابتدى عشان يتحرك ويشيل كل العربيات. رجع لنا المستشار نادر سعد. طيب رجع لنا تاني سيادة المستشار نادر سعد، سامعني يا فندم؟ سامع حضرتك. فأول حاجة أتوبيسات الرحلات متوقفة. متوقفة غير مسموح بتسييرها، تسيير أتوبيس رحلات يعرض لغرامة والحبس، الغرامة 4000 جنيه والحبس. ده بالنسبة لأتوبيسات الرحلات ممنوع تسييرها باكر. تاني حاجة طبعا وسائل النقل العام توقفت بالفعل في الثامنة مساء الليلة ولن تعاود العمل إلا في السادسة صباح يوم الثلاثاء. فما فيش وسائل نقل عام، أتوبيسات، مترو، قطارات ما بين المحافظات، كل هذه الوسائل متوقفة. الحاجة الثانية برضو الممنوعة ويوقع على من يعني يخترق هذا الإجراء غرامة 4000 جنيه والحبس هو ارتياد الحدائق والمتنزهات، حتى لو كانت يعني الحديقة يعني عبارة عن ميدان في وسط ده مهم جدا يا سيادة المستشار، يعني حتى لو الجنينة ميدان في أي حتة، أنت عارف في حدائق كتيرة بين الشوارع أو بين الميادين الكبيرة. ده صحيح، هذه الحدائق مجرد أن أسرة تنزل وتفترش الأرض في هذه الحديقة وتتجمع في هذا مخالفة لقرار رئيس الوزراء، والعقوبة هي الحبس وغرامة 4000 جنيه. ده بالنسبة للحدائق والشواطئ والمتنزهات. أيضا التحرك في جماعات ممنوع خلال هذا اليوم، يعني ما فيش أسرتين يتحركوا حتى لو ماشيين على أقدامهم في جماعات، التحرك في جماعات خلال هذا اليوم يعرض من يرتكبه أيضا لغرامة 4000 جنيه والحبس. يعني يا فندم معلش، الجماعات يعني بعدد كام مثلا؟ يعني أنت عارف مثلا الشباب بينزلوا على كوبري قصر النيل، على كوبري أكتوبر، على كوبري عباس، دول موقفهم إيه؟ تجمع أكثر من 5 أشخاص في هذا اليوم يعرض المتواجدين في هذا التجمع للمخالفة والتطبيق القانون ضدهم. أكثر من 5. أكثر من 5، 4000 جنيه لكل واحد، وقد نصل للحبس. وقد نصل للحبس، طبعًا وفق ما يقرره القاضي، قد يقضي بأحد العقوبتين أو كليهما. قد يقضي يعني بالحبس أو الغرامة، وقد يقضي بالاثنين. فالتحرك في جماعات ممنوع خلال هذا اليوم، اتوبيسات الرحلات ممنوعه، السيارات الخاصه، لاني بتسال السؤال ده كتير، السيارات الخاصه تحركها على الطرق مسموح، لكن لو حضرتك رايح بسيارتك الخاصه احد المنتجعات على البحر او ليك شاليه، فاعلم انك لن تستطيع نزول الشاطئ في هذا اليوم. كل القرى السياحيه تلقت اختارات أنه ستكون هناك حملات تفتيشية على هذه القرى، وإذا وجد أي تجمعات على شواطئ هذه القرى السياحية سيتم توقيع الغرامة على المتواجدين في هذا الوقت. فممكن تروح العين السخنة الشاليه بتاعك بس تقعد جوه البيت. بالظبط كده. ممكن تروح اسكندرية عادي بس تقعد جوه بيتك. تقعد جوه بيتك بالظبط كده، وما تتجمعش فيه أو لا تسير في تجمعات، ولا تذهب مثلا على الكورنيش وتنضم الى اي تلاقي مجموعه متجمعين بيحتفلوا. هو طبعا
من الاساس سيكون ممنوع هذه التجمعات، يعني قوات انفاذ القانون هتتواجد بكره من الصباح الباكر وتحول دون حدوث التجمعات اصلا، يعني مش هننتظر حتى يحدث التجمع ونقوم بفضه، من الاصل مش هنسمح بوجود هذه التجمعات سواء في الحدائق، حتى الحدائق زي ما حضرتك قلت اللي موجوده في الشوارع غير مسموح اصلا بالتواجد فيها. الناس اللي ماشيه في شوارع وسط البلد، اللي بيتمشوا في شوارع وسط البلد، حضرتك فاهم طبعا، عارف ان الناس كانت بتنزل تمشي كده بس في شوارع وسط البلد، ده برضو ممنوع في تجمعات. يعني قوات انفاذ القانون موجوده وستمنع اذا ارتأى لها وجود تجمعات، حدوث تجمعات في شوارع وسط البلد ستكون ايضا ممنوعه، خاصه ان ما فيش حاجه اصلا موجوده في وسط البلد حاليا. محلات مقفوله، السينمات السينمات مغلقه، صح. المحلات مغلقه، فما فيش حاجه تستدعي اصلا نزولك من المنزل. فزي ما بقول عايزين اليوم يعدي على خير، لان هذه التجمعات خطر كبير جدا على الصحه العامه. احنا في مرحله يعني محورية وحرجة من تطور فيروس كورونا في مصر، احنا في الأسبوع التاسع، فإن شاء الله عايزين الأمور يعني تعدي علشان احنا ما نضطرش نتخذ إجراءات أكثر قسوة في الحد من حركة الناس.